طرقوا امجد عطوان جيبة جيكاد كو تاخو لكان امجد عطوان بو منافيونو. كل من سمع صوت هذا المعلق تفاعل محبا مع كلماته الصادقة الخارجة من القلب، وهو يصف فرحة العراقيين بفوز المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج. بيستون تاكوزي كردي من السليمانية، صدح صوته بالعربية والكردية متغنيا بحب العراق. أكيد مشاعري مثل كل عراقي شريف، إحنا عطشانين جدا للفوز و للاحتفالات وللنصر. يعني أني أثناء الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني هنا حينما علقت على المباراة وعلى هدف الثالث شعرت بأني حس أني موجود بملعب جذع النخلة بالبصرة، وأكثر من 60,000 متفرج شاهدون بيستون تاوغوزي ويسمعونه. يعني علقت على 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 الكرة وعلى الهدف يعني مثل ما أني موجود بالملعب. يعني أنا أعمل على هاي الخط لكي أنقل مشاعر الأكراد، مشاعر الكرد في سليمانية، في حلب، في أربيل ودوق وكاكو، كل أنحاء العراق ماكو فرق بيناتنا. بيستون نشأ على حب كرة القدم منذ نعومة أظفاره، لا سيما بأنه من عائلة رياضية. تعلق بحب الوصف الكروي وحفظ أسماء اللاعبين العراقيين والعرب والأجانب، حتى أتيحت له الفرصة للتعليق في إحدى القنوات الرياضية الكردية. أي طبعا أنا في عائلة رياضية، إحنا 7 إخوان لاعبين كرة القدم، ومنذ طفولتي أثناء متابعتي لبرنامج الرياضة في الأسبوع للمرحوم مؤيد بدري، وأنا عاشق للمعلق مؤيد بدري، ومثل كل اللغات في العالم أحب أن أعلق كرة القدم بلغتي، اللغة الكردية، حتى الجماهير الكردية يفتهمون كرة القدم عن طريق لغتهم. تصفيات كأس العالم 2022، مباراة منتخب الوطني ويا منتخب الإيراني، وفاز المنتخب العراقي 2-2، وخصوصا ركنية لأمجد عطوان إلى على عباس، وهدف ثاني لمنتخبنا أمام الإيران. يعني هاي أكبر مباراة يعني علقت على المنتخب العراقي بحياتي، وأكو هواية الحمد لله جماهير لهاي المباراة. مباراة العراق وإيران ضمن تصفيات كأس العالم لعام 2022 هي من أوصلت بيستون إلى النجومية على المستوى المحلي والعربي وحتى العالمي، لتشهد صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إقبالا منقطع النظير. من السليمانية مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية. ليتاني كوشيلا برشوان ديال شارتي عراق فرغام إسماعيل.